الاختراع ده لو نجح بصراحة أنا هتبسط جدا. ليه؟ عارفين لما بتيجوا تعملوا محشي الكوسة، طبعا كلنا بنحب محشي الكوسة، على طول المقوار الحديد دوت بيخرم الجنب بتاع الكوسة كده ويبوظها، إلا طبعا الناس الحريفة، فأنا الصراحة مش من الناس دول. فالمقوار دوت معمول مخصوص للكوسة والجزر والبطاطس والكلام ده، فاحنا ما بنحشيش الكلام ده، احنا بنحشي كوسة. فالمفروض إن هو هيقور الكوسة كويس جدا وتخش ستاندر وتطلع ستاندر. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد مع جت سمايل. ان شاء الله النهارده هنجرب المقوار ده. المقوار ده انا جايباه ب35 جنيه، وهو فيه 4 مقاسات، مقاس كبير وصغير والحاجات دي هنشوفها دلوقتي، ويلا بينا نشوف الفيديو. طيب دي كده المقاسات بتاعته، وده شكله اهو، اهوت هو متشرشر كده شويه عشان وانتي بتلفي يخش معاكي ويطلع. تمام كده، هو الطريقه بتاعته كاتبينها اهي، كاتبين انتي بتخشي لف وبعدين تطلعي خط مستقيم، ما تطلعيش لف. يلا بينا بقى ايه نجرب تجربه عمليه من غير كلام. انا جبت كذا مقاس للكوسه، مقاس صغير ومقاس كبير ومقاس وسط، عشان نحاول نجرب كل المقاسات دي. طيب اول حاجه المقاس الكبير ده بتهيالي ان هو كبير جدا على ان يبقى واخد كوسه يعني حساس، يعني الكوسه تبقى صغيره يعني. انا بيتهيألي ده ممكن ياخد كوسه اللي هي المكعبره او بتنجان رومي او كده، فالمقاس ده كبير قوي. تعالوا بقى ايه نشيلها. بصوا بقى عشان ما تتسحلوش في ان انتوا تغيروا الغيارات زي ما انا اتسحلت، لازم تبقى اقوياء شويه كده وانتوا بتشيلوها. تمام، وهنبتدي نشوف المقاس بقى ايه المناسب على الكوسه الكبيره دي. مثلا اهو، لا ده كبير قوي هيكسرها. خلينا نشوف المقاس اللي في النص، اه ده كده مناسب اهو. يلا بينا. تعرفين حاسه بايه دلوقتي؟ افتكرت فيلم اللي هو اما كان الطريق الى ايلات، وعمال بقى بيعمل البارود عشان ما ينفجرش بقى وعرق وكده، ده احساسي بالظبط دلوقتي. بصوا شكلها عامله ازاي، الله الله علي، الله الله الله، شايفين عامله ازاي ستاندر. بصوا بقى ده نازل ازاي. شكله حلو قوي، شكلهم حلو جدا، عاملين زي المكرونه ولا سباكيتي، حلوين جدا. تعالوا نعمل واحده تانية، ده لعبه حلوه قوي. لا ده كل يوم محشي دي، لا دي كبيره قوي، بتهيالي مقاساتهم كلها بقى هتبقى كبيره. تعالوا ناخد بقى اصغر مقاس، وبتهيالي ان المقاس ده هو اللي هينفع دايما للمحشي، لكن ده اعتقد ان هو الحاجات التانيه اكبر شويه، هو المقاسات التانيه. يلا بينا. ده كده كانت النتيجة الصراحة، ولا واحدة فيهم اتقطعت، وكلهم ما شاء الله بصوا عاملين ازاي، جامدين جدا على طول على الحشو اهو. وكمان حتى دوت انا عيالي على فكرة بيحبوا ياكلوا الكوسة دي كده نية، وساعات بحطها تحت المحشي، برضو شكلها حلو وشكلها جميل قوي الصراحة. اديله 10 من 10، مريح جدا، ما كسرش ولا واحدة فيهم. مقاسات كتير تقدر تستخدميها في الكوسة والجزر والبطاطس، المقاس الكبير او الضخم ده تقدر تستخدميه في البطاطس او البتنجان الرومي. عملي وحلو جدا ورخيص ب35 جنيه، وممكن تلاقوه ارخص من كده كمان. ما تنسوش بقى تكتبولي في الكومنتات الحاجات اللي عايزين اجربها، الحاجات دي من ترشيحاتكم انتوا، انا كنتش عارف الحاجات دي انتوا اللي بترشحوها لي. ما تنسوش تكتبولي برضو ايه الحاجات اللي حابين ان انا اعملها المره الجايه، وما تنسوش تشتركوا في الجروب عشان خاطر تشوفوا كل جديد. واللي حابه تشتغل معايا ما تنساش تبعت لي على الواتساب عشان خاطر اضيفها في جروب الشغل. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.